لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين، قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر: إن ما تمر به المنطقة من تحديات يعطينا مزيدا من القوة والعزم على الاستمرار في اتخاذ كل ما يحفظ للوطن والشعب الأمن والاستقرار. وشدد سموه على ضرورة تركيز الاهتمام على صيانة أمن واستقرار مملكة البحرين، وأن نحقق التقدم الذي نرجوه في جميع مشاريعنا وكل الخطط المتصلة بالتعليم والصحة والإسكان. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من كبار المسؤولين، حيث تطرق سموه معهم إلى الأوضاع المحلية والدولية. وخلال اللقاء أكد سموه أن البحرين تفخر بأن لديها تاريخا عريقا وسجلا حافلا بالإنجازات في مختلف المجالات قامت على سواعد أبناء الوطن جيلا بعد آخر، وهو تاريخ يشكل مصدر فخر واعتزاز. وقال سموه إن دول مجلس التعاون لديها الكثير من المقومات التي تجمعها، وعلينا أن نواصل التقارب الذي يقوي من وحدة الكلمة فيما بيننا ويزيد من وتيرة العمل المشترك فيما بيننا. فنحن في عصر لا ينظر إلى الكيان إلا إلى الكيانات الكبيرة السياسية منها أو الاقتصادية.